ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الضابط محمد السبهي رحمه الله، ضابط الشرطة اللي تعرض للقتل من طرف أحد الأشخاص من ذوي السوابق العدلية بمدينة آسفي اليوم. وحسب شهادة السكان الحي، فالرجل معروف بطيبوبته من أطيب خلق الله ومحافظ على الصلوات الخمس بمسجد الحي مسجد السلام ومتفاني في عمله، الله يرحمه ويوسع عليه، إن لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة لأسرة الراحل ولأسرة الأمن. وتجدر الإشارة إلى أن الضابط الشرطة محمد السهبي أسلم الروح إلى بارئها بعد تلقيه طعنات غادرة من سكين مجرم. وتشير معطيات دقيقة أن الضحية والذي كان يشتغل بالدائرة الأمنية الخامسة كان يهم بقضاء بعض الأغراض الشخصية لأسرته بسوق كاوكي قبل أن يفاجئه المجرم بطعنات غادرة على مستوى الظهر. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.